بس عاملة سلطة فلاحية جنب الصاجيات عشان هاي نرضي مرو نرضي دانا وزاكي. دائما جنب السلطة جنب الصاجيات يكون في سلطة. بس بدي احط، ما رح نحط مقادير، كل حدا بيعرف ايش نقدر نحط. بصل اخضر، عندي فجل، عندي خيار، اوكي، بندورة، شوية بقدونس، كتير بقدونس، انا بحب فيها بقدونس يكون. وزاكي بيعطيها طعم البقدونس. سماء كله بدنا نحط، حتى الدريسنج معها، زيت زيتون، الخل. اول مرة الشفلين بدها تحط الدريسنج مع كل شيء، والليمون عادة بتخليه على جنب وبعدين بنخلطه. دبس رمان، يا سلام، ونعنع ورق زي ما هو. يلا اخلط لك اياها. خلطينا اياها، احس اني عملت شيء مفيد. هلا طبعا انا مستخدمه كل الخضار، من كل الورقيات، من فرشكو، فرشكو حتى الفجل من فرشكو، والبصل الاخضر، الكبده جاهزه برضو. يا عيني منظرها عن جد، الالوان لسه جاي. بدي اقول لك بدك تسكبي لنا اياها بالزحمه عيوني، انت عندي بهالطلب.